أهلا بكم في جولتنا الإخبارية الحياة الآن وإلى العناوين. مجلس الوزراء يقول إن التعديل الوزاري سيتم في الوقت المناسب بعد التشاور مع الرئيس، ووزارة التعليم تؤكد صرف زيادات رواتب المعلمين خلال أيام. إصابة 3 جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح، والمتهم بالاعتداء على كنيسة أكتوبر يعترف بالتدريب على يد محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة. برأت 62 من أنصار الإخوان بينهم مصور الجزيرة في أحداث الشغب بمسجد الفتح في رمسيس. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الأخبار وغيرها. وقع صباح اليوم انفجار بمنطقة الجندي المجهول برفح كان يستهدف حافلة تقل جنودا تابعين للقوات المسلحة، وقال مصدر أمني إن مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة في طريق الحافلة التي تنقل جنود الإجازات، مما أسفر عن وقوع 3 إصابات ولم يسفر عن وقوع حالات وفاة، مشيرا إلى أن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة لضبط الجنى. فيما تمكنت وحدة مباحث قسم الشرطة الثاني العريش بشمال سيناء من ضبط 3 فلسطينيين متهمين بالمشاركة في التعدي على المنشآت الشرطية بمدينة العريش عقب فض اعتصامي ربع والنهضة. وأكد مصدر أمني أنه تم ضبط 3 فلسطينيين مقيمين بالعريش مطلوبين على ذمة قضية حرق وإتلاف مبنى الحماية المدنية والاستيلاء على محتوياته والتحريض على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية. معي عبر الهاتف الآن أستاذ أحمد أبو دراع مدير مكتب المصري اليوم في شمال سيناء. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا. طيب عايزين نسأل في البداية على موضوع الهجوم على حافلة تقل جنود في طريقهم للإجازات، بنتكلم على 3 إصابات، إيه نوع الإصابات على حد معلوماتك؟ على حد معلوماتي المؤكد ان هناك عبوة ناسفة تم زرعها على طريق المدرعات او على طريق حافلات الجنود ولكنها لم تصب اي جنود. العبوة انفجرت امام مركز الصحة الحضري مركز المرأة الحضري بمدينة رفح، اسفر الانفجار عن اصابة 3 مواطنين. تم نقل 2 منهم حالتهم خطرة، تم نقلهم الى مستشفى رفح العام، والثالث اصيب بشظايا لم يتم نقله الى اي مستشفى، يعني تم شفائه قبل وصوله الى مستشفى رفح العام. يعني الاصابات كانت في مدنيين وليس جنود، طب يعني دول كانوا موجودين في المكان بصفه ايه؟ كانوا موجودين امام مركز الصحه الحضري مركز المراه الحضري في مدينه رفح، كانوا موجودين امام المركز واثناء لحظه انفجار العبوه الناسفه. العبوه الناسفه تم زرعها على الطريق يعني مستهدفة أي مدرعة أو أي حافلة جنود أثناء مرورها يتم انفجار العبوة، لكن العبوة انفجرت قبل مرور الحافلة أو المدرعة. مفهوم. طيب يعني شبيه إلى حد الآن في فكرة الهجوم الأخير على حافلة كانت أيضا تقل جنودا في طريقهم للإجازة قرب السويس شرق نفق أحمد حمدي، ويعني ساعتها اتكلمنا على إجراءات لتأمين الجنود، هل اتخذت إجراءات جديدة لتأمين الجنود في طريقهم للإجازات بعد الحادث السابق؟ يتم تأمين الجنود من خلال عدد من المدرعات ترافق، يعني يتم قطع شبكات الاتصال حتى لا يتم أي عمليات تفجير تستهدف الحافلات، وبالتالي يتم تأمين حافلات الجنود، نقل الجنود من العريش إلى رفح أو من العريش إلى أجازتهم إلى محافظاتهم من خلال عدد من مدرعات الشرطة تقوم بتأمين الحافلات حتى وصولهم إلى الأماكن اللي يذهبون إليها. طيب أسألك عن ضبط 3 فلسطينيين وتفاصيل هذا الخبر. هناك عمليات يعني حملات أمنية تقوم بها مديرية أمن شمال سيناء تتم بشكل يومي، أسفرت فجر اليوم عن ضبط 3 فلسطينيين مقيمين بالعريش. الأجهزة الأمنية تتهمهم بالضلوع في عدد من استهداف عدد من المنشآت الحيوية داخل مدينة العريش، منها الدفاع المدني في أغسطس الماضي ومنها عدد من المنشآت الحيوية الأخرى، تم التحفظ عليهم وجرى التحقيق معهم
في مديرية أمن شمال سيناء. طب أنا عايز أسألك بتفصيل بس، يعني اللي على الشاشة بيقول تم زرعه وأنا آسفة الاستهداف لجنود الخبر الأول المتعلق برفح. طبعا بنؤكد أن الإصابات وفقا للأستاذ أحمد أبو دراع كانت في صفوف مدنيين في الموقع ولم تصب جنودا حسب هذه التفاصيل الجديدة. طب أستاذ أحمد، اللي فهمه بخصوص الفلسطينيين الثلاثة أنهم تعدوا على منشآت شرطية عقب اعتصامي رابعة والنهضة عقب الفض اللي هو كان في أغسطس الماضي، في تفسير لماذا استغرق الأمر هذا الوقت كله من أجل ضبط هؤلاء الآن؟ يتم هناك عملية تمشيط للمدينة العريش بالكامل، ويتم ضبط متهمين بشكل يومي، ولكن يعني هؤلاء يعني استغرق عملية القبض عليهم، كانوا مختبئين عن الأجهزة الأمنية لذلك. يعني هو لأن سؤال فعلا، يعني لأنهم مقيمين في العريش، يعني هم رسميا من ساكني مدينة العريش رغم أنهم فلسطينيين. لا من ساكني مدينة العريش. طيب بالنسبة للعمليات العسكرية بشكل عام، وحضرتك طبعا في الشيخ زويد، العمليات بدأت من أغسطس الماضي، ممكن دلوقتي نتكلم على أي مؤشرات أو أي محصلة نتائج تمت أو وصلت إلى معلوماتك حتى الآن؟ يعني حتى الآن لم تصل أي إحصائيات مؤكدة رسمية من جهات أمنية، ولكن عمليات التمشيط تتم بشكل يومي، وعمليات المداهمات لقرى جنوب مدينة الشيخ زويد تتم بشكل يومي، وعمليات قتل لعناصر مسلحة وعمليات القبض على عناصر مسلحة تتم يعني يقاد بشكل يومي. يتم تلك العمليات العسكرية تتم في خاصة قرى جنوب مدينة رفح وقرى جنوب مدينة الشيخ زويد. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد أبو دراع، مدير تحرير أو مدير مكتب المصري اليوم في شمال سيناء. ونواصل الحياة الآن، إذ قضت محكمة شمال القاهرة ببراءة 62 من أنصار تنظيم الإخوان في أحداث رمسيس، من بينهم مصور قناة الجزيرة القطرية. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر وارتكاب أعمال عنف وشغب في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، بعد محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر. تستأنف محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات محاكمة 74 متهما من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى تنظيم الإخوان، وذلك بعد أن أجلتها المحكمة في الجلسة السابقة لتقديم المرافعات من جانب كل من النيابة والدفاع. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات، وأيضا الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون وتهدف إلى تجدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة زجاجات مولوتوف حارقة وإحراق سيارات تابعة لقوات الشرطة والتظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تورط المتهمين في اشتباكات جامعة الأزهر في ديسمبر الماضي. حددت محكمة جنح المقدم جلسة الرابع من فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 18 متهما، من بينهم 7 من حراس المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، لاتهامهم بالاعتداء على عدد من الصحفيين والناشطة السياسية ميرفت موسى خلال فعاليات مليونية جمعة رد الكرامة بالمقدم. يذكر أن من بين المتهمين 5 أحداث سيتم إرسال أوراق إحالتهم إلى محكمة الطفل للاختصاص. في الأليوبية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب ينتمي لتنظيم الإخوان وبحوزته 9 قنابل يدوية لاستخدامها في التعدي على قوات الشرطة خلال التظاهرات، وتبين من التحقيقات أن الطالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة وبحوزته 9 قنابل يدوية محلية الصنع وقناع وواقي خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها في المسيرات التي تقوم بها جماعة الإخوان، وذلك مقابل مبلغ مالي حصل عليه نظير كل مسيرة. اعترف المتهم الرئيسي في حادث السطو المسلح على كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر بأنه قد تعرف على القيادي السلفي محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ميدان التحرير، ثم تدرب في سيناء على إطلاق الرصاص. وأضاف المتهم أنه يوم الحادث توجه إلى أكتوبر لتنفيذ السطو على محل مجوهرات، إلا أن الخدمات الأمنية على الكنيسة المتواجدة بالقرب من المكان تحركوا نحوهم وأطلقوا عليهم الرصاص، ما أدى إلى استشهاد شرطي.
وإلى البحر الأحمر، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي دولي بعد إشعالهم النيران في مركب يحمل شحنة مخدرات بسفاجة كانوا قد حاولوا إدخالها إلى البلاد. ونجحت قوات الأمن في القبض على طاقم المركب الذي يتكون من 10 أفراد، بينهم 6 هنود وسوريان وشخص يوناني الجنسية مقيم بالإسكندرية، بخلاف القبض على الوكيل الملاحي للمركب، فيما فشلت جهود القوات البحرية في سحب المركب بسبب غرقها بالكامل بعد إشعال النيران بها. وتم التحفظ على المتهمين بالقاعدة البحرية في سفاجة ونقلهم إلى قسم شرطة سفاجة. طيب نرجع مرة تانية لخبر القبض على أو اعتراف المتهم الرئيسي في حادث السطو المسلح على كنيسة العذراء في 6 أكتوبر. معايا اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا. طيب يعني عايزين تحليلك للموضوع ودلالات هذا الاعتراف بعد وقت يعني يعتبر نسبيا قصير جدا من الهجوم نفسه ومن القبض على الشخص ده. ده مش هو ده بس، هو في مجموعة من تم ربطهم مؤخرا كلهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيمات إرهابية وأنهم مدعومين من الإخوان المسلمين. كل هؤلاء الاعترافات بتاعتهم بتؤكد أنه المرحلة بتاعت حكم الرئيس السابق محمد مرسي جمع فيها عناصر إرهابية من مختلف الدول ومختلف الجنسيات زائد المصريين اللي أفرج عنهم. كل هؤلاء بيعملوا الآن في الساحة في ارتكاب جرائم إرهابية. الحمد لله أجهزة المعلومات في وزارة الداخلية وأيضا في المخابرات الحربية وصلوا إلى درجة من الكمال والنضج والأداء المتميز أنهم اخترقوا هذه التنظيمات، وكل شوية بيظبطوا مجموعة عندما تتوافر أركان الجريمة بالكامل. يعني النهاردة بدأت مرحلة استباقية المواجهة، بمعنى أنهم بيهاجموا التنظيمات السرية قبل أن تشرع في القيام بأي عملية. طيب. الاعترافات دي جزء من هذا المخطط، أن كل لما بيواجه بقى بالأدلة الموجودة بالكامل ما بيقدرش ينكر، فبيضطر ان هو يعترف بالكامل على كل الجرائم اللي ارتكبها هو ومجموعة. هي مسألة انه تلقى التدريب في سيناء على يد محمد الظواهري، شقيق ايمن الظواهري طبعا زعيم تنظيم القاعدة، هو الذي يثير الكثير من المخاوف. هل تنظيم القاعدة اصبح يعمل او في فترة على الاقل الرئيس السابق كان نشطا لحد انه بيقدم دورات تدريبية بين قوسين في سيناء لمن يريد؟ ما فيش حاجة اسمها تنظيم قاعدة. اولا في ناس منتمين لأفكار تكفيرية وأفكار بتدفعهم للقيام بأعمال إرهابية بينسبوا نفسهم إلى ما يسمى بتنظيم جهاز القاعدة. عندما تلول تنظيم القاعدة بدءا من أيمن الظواهر وانتهاء بمحمد الظواهر اللي حضرتك بتقول عليه، دول اتصلوا بمجموعات وعملوا مجموعات وقاموا بعمليات تدريب اللي هو بقول لحضرتك اللي تم تجميعهم في عصر محمد مرسي، وتدريبهم بمعرفة عناصر سواء فلسطينية أو إما في سيناء أو في غزة. استحدثوا بعض الأساليب التي لم تكن معروفة لدى التنظيمات الإرهابية المصرية، زي تفخيخ السيارات، زي تحضير المتفجرات، زي العمليات الانتحارية. كل ده إنما بقول اللي يطمن الشعب واللي يهمك أهم شيء في كل هذا الكلام، ان بقول لك في اختراق دلوقتي للتنظيمات السريه الموجوده وهتشهدي في الفتره اللي جايه عمليات دعم لهذه المجموعات قبل ان تشرع في القيام بالجريمه. مساله انه كان بينفذ يعني عمليه سطو على محل مجوهرات في اكتوبر، يعني ده بغرض التمويل ولا بتقراه ازاي سياده اللواء؟ الاثنين لحد علمي ان هذه المجموعات الموجوده الان يعني التمويل ما عادش مشكله بالنسبه لها. انما عندما يكون مثل هذه العناصر محتاجه المال لا، انا بعتبرهم هم يعني بيدعوا انهم بيعملوا من اجل الدعوه الاسلاميه، انما لا علاقه لهم بهذا. هذا المتهم بالذات بالتاكيد يعني لما يبرر السرقه الى جانب القتل والاغتيال يعني انتهى الإجرام اللي في الدنيا.
شكرا لك لواء فؤاد علام الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق. طيب معانا طبعا أخبار عاجلة بتتوالى على الشاشة زي ما أنتم ملاحظين مشاهدينا. مرور القاهرة يضبط 810 درجة نارية بدون لوحات معدنية. هنروح لزميلنا كريم مسعد الآن مراسل تلفزيون الحياة من الإدارة العامة لمرور القاهرة. كريم مساء الخير، ويعني ضعنا في أجواء ما ضبط اليوم والحالة والأجواء بشكل عام. بداية مساء الخير نوران، نحن الآن في الإدارة العامة لمرور القاهرة. من داخل الإدارة العامة لدينا حوار خاص مع مشرف غرفة العمليات للإدارة العامة لمرور القاهرة العقيد فتحي عمارة، سيطلعنا على آخر التطورات التي تحدث اليوم في شوارع القاهرة والسيارات في القاهرة. سيادة اللواء سيادة العقيد، أهلا بحضرتك معنا عبر تلفزيون الحياة. أهلا بك يا فندم والجميع السادة مشاهدي تلفزيون الحياة يا فندم. سيادة العقيد، عايزين نتكلم النهاردة نعرف آخر التطورات المتعلقة بالحركة المرورية في شوارع القاهرة من خلال التعامل اليومي والرصد الموجود في غرفة العمليات اليوم. يمكن أنا بطمن حضرتك وجميع السادة المشاهدين بالنسبة لحركة مرور النهاردة، يمكن بيتميز يوم الأحد بالهدوء النسبي لحركة المرور. طبعا ده احنا بنحاول طبعا في وقت أوقات الظهيرة واوقات ايضا الذروه الصباحيه والمسائيه ان يكون هناك تكثيف من رجال المرور منتشرين على كافه محاور الميادين. طبعا دي منظومه متكامله مع القطاعات الاربعه للاداره شرف ومتابعه السيد اللواء حسن البرديسي مساعد السيد وزير ومدير المرور. جميع الخدمات مستنفره في اوقات الذروه خصوصا اللي هي الذروه الصباحيه اللي بتبدا معانا من 6:30 صباحا حتى تنتهي حوالي 11 صباحا او 10:30 بالتقريب. يعني النهاردة طبعا بالنسبة لكوبري اكتوبر شهد بعض كثافات مرورية، ودي طبعا دي سمة يوم الحد القادم من مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ما بعد فترة اجازة البنوك يومين الجمعة والسبت، فبيكون هناك اقبال او تدفق بكثرة. هي بتبقى كثافات معانا متحركة والحمد لله بيتم السيطرة عليها، الا انه طبعا ده بالنسبة ليوم الحد زي ما ذكرت مع حضرتك انه بيبقى يوم لطيف مروريا وبيتم التعامل مع كافة المخالفات الموجودة على نهر الطريق. واذا استعرضنا محور زي محور العروبة وصلاح سالم والنصر والاستراد الحمد لله الحالة مرضية تماما. برضو بلغت غرفة العمليات الساعة 7:30 صباح اليوم بعطل اعلى نفق الزهراء القادم المعادي تجاه القاهرة، ده ادى لكثافات استمرت معنا حوالي 15 لـ20 دقيقة. تم إزالة هذا العطل، تم عودة المرور لانسيابيته وعودة المحور طبيعي. لو جينا نحب نستعرض أيضا من خلال رصد الكاميرات مع سيادتك هنبص نلاقي ميدان مهم جدا زي ميدان التحرير زي ما احنا شايفينه دلوقتي. الميدان الحمد لله بكامل طاقته في كامل الاتجاهات، القادم من عمنعم رياض ومتجه حالة مرضية تماما، أيضا القادم من كوبري قصر النيل اتجاه ميدان التحرير مرضي تماما. لو جينا نستعرض قطاع برضه اعلى كوبري اكتوبر وده طبعا المحور اللي احنا كنا بنتكلم عنه، الكثافات ابتدت تنحسر تجاه منطقه الوسطى المعلقه اللي هي تجاه رمسيس واصبحت الحاله الحمد لله في سيوله ويسر الان. يمكن احنا بنستعد لفتره الذروه المسائيه اللي بتبدا معانا خلال يعني دقائق معدوده ان شاء الله، بنستعد لها وبنتابع الحركه اول باول. طب فندم بالنسبه للرصد لحركه المرور اللي حصل في حتى الان حضرتك قلت لنا، طيب بالنسبه للحملات المروريه اللي بتقوم بيها الاداره العامه لمرور القاهره، حضرتك ممكن تكلمنا عن الاداره العامه لمرور القاهره والحملات من خلال ما ذكرناه من انه هناك خبر عن ان 810 درجه ناريه تم القاء القبض عليهم بدون لوحات معدنيه، حضرتك تكلمنا عن الحملات. والله والحملات احنا مستمره ومنتشره بتوجهات من سلوى المدير العام على مدار اليوم. يمكن لو حبيت احصر مع سيادتك الفتره من 26 حتى 31 الاسبوع المنصرم، يعني كان هناك 35569 مخالفه متنوعه ما بين انتظار في ممنوع وما بين السير عكس الاتجاه ما بين قياده بدون تسيير وقياده بدون رخص القياده. الى جانب هذه المخالفات جميعا طبعا الحملات مستمره وفي تكثيف لاجراء هذه الحملات. يمكن زي ما سيادتك ذكرت دلوقتي في اليومين السابقين المنصرمين اللي هو 31 و1 تم ضبط 810 دراجة بخارية بدون لوحات، وده رقم يعني مرتفع. ايضا الحملات مستمرة اليوم
طبعا اشراف السيد اللواء المدير العام، وده بنتابع حركه المرور اول باول الى جانب الحملات. يعني الحملات طبعا بيكون لها توقيت مناسب بحيث ان احنا ما نقصرش حركه المرور، والمهمه الاولى لرجال المرور هو تسيير حركه المرور. بيبقى بيتم اختيار الاماكن الحامله بعنايه، شكرا. التوقيت بعنايه حتى لا يكون هناك اي كثافات نتيجه هذه الحملات. سيادة العقيد، أيضا عايزين نتكلم على التحويلات المرورية الهامة اللي بتقوم بها الإدارة العامة لمرور القاهرة لتسيير حركة المرور في الطرق. والله يمكن التحويلات اللي عندنا في القاهرة الحمد لله كافة المحاور، ما عندناش تحويلات غير منطقتين يمكن بس فقط. المنطقة الأولى وهي المنطقة المحصورة مع محور الخليفة المأمون من منطقة ميدان العباسية وحتى مناطق كبر المفتي. القادم من العباسية اتجاه مناطق مصر الجديدة المرور طبيعي جدا وفي حالته الطبيعية. أما القادم من ميدان روكسي والخليفة المأمون اتجاه كوبري المفتي هنا التحويل، وطبعا إجراء أمني خاص بوزارة الدفاع. الرحلة بتنتهي لمستخدم هذا المحور بالضبط عند الخليفة والمقريزي، بياخد يمينا كوبري ابن صندر في مناطق الحدائق، أو بيعمل يوترن ويلف مرة تانية يخش محور الخليفة المأمون، إما الاستاد البحري اللي تم فتحه الحمد لله منطقة الحرس الجمهوري، أو يستمر لمناطق ميدان روكسي في مناطق مصر الجديدة. دي المنطقة التحويلة الأولى. يمكن برضو عندنا في السندباد، يوترن السندباد بعض أعمال هناك في تحويلات بيقوم بها السيد الضباط إشراف السيد اللواء المدير العام شخصيا لإجراء بعض التعديلات على هذا المسار. تفضل. اخيرا يا فندم، عايزين حضرتك تكلمنا عن الحملات المروريه اللي قامت بيها الاداره العامه لمرور القاهره خلال الفتره دي والنتائج اللي اسفرت عنها، مش بس الدرجات البخاريه كمان السيارات وغيرها. يعني انا زي ما ذكرت سيادتك في خلال الست ايام من 26 ل 31 35000 بالظبط حصر 35569 مخالفه، ما بين مخالفات متنوعه ما بين سير عكس الاتجاه يمكن حوالي 170 حاله عكس الاتجاه، وده طبعا هذه المخالفه بنعتبرها صارخه لما تسببه من مشاكل مروريه، الى جانب ممكن يبقى فيه اضرار ماديه وايضا في الارواح. 170 حاله، والى جانب السير بدون رخص تسيير، السير بدون رخص قياده. ايضا بالنسبه للدرجات اللي هي بدون لوحات زي ما ذكرت حضرتك، يمكن في اليومين الاخرين احنا برضو بناكد انه تم ضبط 810 درجه بخاريه، ومع الاستمرار اليوم يمكن برضو الغرفه بلغت باكثر من يعني اكثر من 500 حاله حتى الان. اذا السيد العقيد فتحي عماره مشرف غرفه عمليات الاداره العامه لمرور القاهره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عوده مره اخرى للزميله نوران سلام. وإحنا بدورنا بنشكرك طبعا كريم مسعد مراسل تلفزيون الحياة في الإدارة العامة لمرور القاهرة، شكرا جزيلا لك كريم. ونواصل جولتنا ونتحول إلى محكمة جنايات الجيزة، والتي بدأت فيها الدائرة 17 المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد محمود نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي وعدد من قيادات وزارة الزراعة لاتهام بتسهيل الاستيلاء على استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجلي على أرض محمية جزيرة البياضية في محافظة الأقصر. فيما قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل الاستشكال المقدم من الدفاع على الحكم بتغريم، وهو الحكم القاضي بتغريم رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات في قضية احتكار الحديد لجلسة الرابع من مارس المقبل للنطق بالحكم. في الإسماعيلية تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على حريق ضخم شب بأحد مصانع الأقمشة بمخزن لمخلفات التصنيع، وأتت النيران على كميات كبيرة من هذه المخلفات التي يعاد تصنيعها مرة أخرى، وقامت 8 سيارات إطفاء بالسيطرة على الحريق ومنعت امتداده لمصانع أخرى فيما لم يصب أي من العاملين. هذه هي صور من المصنع المحترق في الإسماعيلية، وزي ما قلنا في الخبر أنه لم يصب أحد من العاملين والحمد لله. ونتحول إلى الخبر التالي من الإسكندرية. على ما أعتقد نشب حريق اليوم في سيارة شرطة داخل معسكر الأمن المركزي في الإسكندرية إثر حدوث ماس كهربائي في الأسلاك الموصلة للسيارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإطفائها قبل امتدادها لأي أماكن داخل المعسكر، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات. سوف نواصل الجولة الإخبارية الحياة الآن، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا.
اهلا بكم من جديد في الحياه الان. النهارده طبعا هو اليوم قبل الاخير لمعرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 45. معي الان من هناك من ارض المعارض زميلتنا مراسله تلفزيون الحياه هدير صقر والتي تستضيف. اهلا بك يا هدير اولا، واعتقد معك دكتور احمد مجاهد رئيس هيئه الكتاب. تفضلي يا هدير. أهلا نوران. طبعا استطاع معرض الكتاب في دورته الحالية أن يحافظ على جمهوره بالرغم من الأزمة السياسية التي يمر بها الوطن والحوادث المؤلمة. طبعا حتى الآن لازال الإقبال كثيفا من قبل المواطنين، ليس فقط لشراء الكتب وإنما لحضور الفعاليات كالحفلات الفنية والندوات. اليوم ندوة يعقدها الصندوق الاجتماعي للتنمية تحت اسم تفعيل الدستور، يحاضر فيها السفيرة ميرفت التلاوي ودكتور محمد نور فرحات، أيضا لمعرفة الكثير عن هذه الفعاليات معي الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. أهلا برحب بحضرتك يا دكتور على قناة الحياة. أهلا وسهلا بكم، منورين. أنا كنت عايزة أعرف من حضرتك أكثر عن الفعاليات التي قمتم بها من في المعرض لشراء الكتب، وما هي الخطط اللي حضرتك حضرت لها لإقبال المواطنين للمعرض؟ هو الحمد لله احنا بقالنا 3 ايام دلوقتي بنوصل او بنعدي 100,000 زائر للمعرض يوميا. لو بنتكلم على مستوى الندوات والأنشطة، احنا عندنا 9 قاعات، كل قاعة كل يوم فيها 4 أنشطة، بنتكلم عن 36، غير ان عندنا شباب الثورة بيعمل عروض مسرح شارع وستاند اب كوميدي، غير حفلات التوقيع اللي بيقيمها اتحاد الناشرين او بيقيمها كل ناشر في مكانه. يعني انا عندي في اليوم الواحد حوالي 60 ايفنت. فالحمد لله في نشاطات ضخمة، وفي اهتمام هذا العام تحديدا بأنشطة الأطفال، في معرض خاص، مخيم خاص لمعرض كتاب الطفل، وفي خيمتين لأنشطة الأطفال، بحيث ان احنا قدرنا نقنع الأسرة كلها انها تيجي تقضي يوم كامل في المعرض، ليس فقط من أجل البيع أو الشراء، ولكن أيضا من خلال الاستمتاع بالعروض السينمائية والمسرحية والفنية والندوات مع كبار الكتاب والمثقفين التي تسمح لهم بالفرصة بالتحاور معهم أيضا. خلال تفقدنا للمكان أنا لاحظت أن معظم المواطنين الإقبال على شراء الكتب الدينية والروايات بشكل كبير جدا، هل تعتقد دي بوصلة حركة للثقافة المصرية مستقبليا في مصر أو أين تتجه؟ يعني الحقيقة أنا مش موافق على ده، لأن احنا عشان نتكلم عن إحصاءات لازم نتكلم عن دراسات معمولة بشكل علمي، وده احنا بنعمله، عندنا المركز المعلومات بيعمله، وبطلع الأرقام الحقيقية والمعدلات الحقيقية للإعلام في آخر يوم في المعرض، لأن حتى أنا لو اعتمدت على إحصائيات ناشر أو 2 أو 3، فمش عايز أنسى أن أنا عندي أكثر من 855 ناشر، فمش هتبقى الإحصاءات دقيقة. يعني أنا مثلا في الهيئة المصرية العامة للكتاب عندي إقبال على الكتب السياسية، وعندي إقبال على كتب التاريخ، أكثر فرعين فيهم إقبال أكثر من ما هو إقبال على كتب دينية أو أكثر ما هو إقبال على الرواية. فعشان كده خلونا نطلع النسب الحقيقية الأول وبعدين نتكلم عنها. ولكن لما بنتكلم هذا العام عن ارتفاع معدلات الإقبال على القراءة بشكل عام، ده بالتأكيد مؤشر كويس. وبعدين أنا عايز أقول إن حركة المعرض لا يمكن لها أن تنفصل عن حركة المجتمع، وإحنا في وقت فيه حراك سياسي ضخم جدا، وفي ثورة هي في البداية ثورة شباب، يبقى أنا طبيعي لما أبص لده يبقى علي أكيد عندي إقبال على الكتب السياسية وإقبال أكتر على كتب الشباب. وإن كنت أنا أتفق معاكي حتى من ناحية النقد الفني إن العمل الإبداعي الأول أو النوع الأدبي الأول اللي فيه إقبال عليه الآن في العالم كله هو الرواية. أنا بس عايز أسأل حضرتك عن التجديد الأمني للوافدين، هل تعتقد إن ده ممكن يجيب إحنا داخلين وخلال تفقدنا للجولة هناك تجديد أمني قوي جدا من قبل قوات الأمن، هل تعتقد إن ده ممكن يأثر يعني بالسلب أو بالإيجاب
من قبل لا ممكن يأثر طبعا، بس يأثر بالإيجاب. يعني أنا مبدئيا بشكر وزارة الداخلية يعني إلى أقصى حد على مجهودها اللي بتعمله في المعرض رغم الظروف اللي بتمر بيه البلد، لأن الحقيقة معرض القاهرة الدولي للكتاب ليس حدثا ثقافيا، لا هو حدث وطني بامتياز بيعبر إقامته في هذا الوقت على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، عشان كده كلنا متعاونين فيه. لا أنا عايز أقول إن في ظل الظروف ديت وبعض محاولات الإرهاب الإجرامية التي تظهر بين الفينة والأخرى في مكان أو آخر، فالناس مش ممكن تيجي معرض الكتاب لو لم تكن واثقة بأن هناك تأمين وتأمين قوي. امبارح مثلا كان عندي المخرج محمد فاضل بيقول لي أنا وقفت في الطابور وأنا داخل، وأنا دخلت من البوابة وأنا اتفتشت، وأنا كنت سعيد جدا كنت سعيد جدا بده علشان ده تأمين علي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد. شكرا. أشكرك شكرا. وشكرا ليك يا هديل صقر، طبعا زميلتنا مراسلة تلفزيون الحياة كانت معنا من أرض المعارض ومقر معرض الكتاب. شكرا ليك وشكرا لضيفك الدكتور أحمد مجاهد. ومشاهدينا نواصل جولتنا بالحديث عن لقاء المشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الأمس بوفد اليوم عفوا بوفد برلماني بريطاني رفيع المستوى يضم عددا من أعضاء مجلسي اللوردات العموم البريطاني الذي يزور مصر حاليا. تناول هذا اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية ومستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة القادمة، حيث أعرب الوفد عن سعادته بنجاح الشعب المصري في تنفيذ أولى استحقاقات خارطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور الجديد، وتطلعهم إلى المضي قدما في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنفس المستوى من الشفافية والتنظيم. وأكد الوفد على ثقته في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأيضا السفير البريطاني في القاهرة. يعقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من الوزراء بينهم وزراء الداخلية والتخطيط والإسكان، ويناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الملفات الهامة على رأسها الحالة الأمنية في محافظات مصر وحالة توافر السلع التموينية الهامة والاستراتيجية، كما يناقش المجلس عددا من خطط التنمية بمختلف المحافظات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة. خبر عاجل في عجالة، إحالة شبكة تجسس لصالح إسرائيل تضم 3 مصريين و5 من ضباط الموساد للجنايات بتهمة تسريب معلومات تخص الأمن القومي المصري. جولتنا مستمرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. قال السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء إن زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المرتقبة للمملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل هي زيارة اقتصادية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية لمصر. وأضاف السفير أن أبرز القضايا في الزيارة للسعودية تتعلق بالتعاون الاقتصادي، موضحا أن الوزراء الذين سيرافقون الدكتور الببلاوي هم وزراء النقل والاستثمار والإسكان والتخطيط والبترول. وأوضح السفير أن التعديل الوزاري في حال إجرائه سيتم في الوقت المناسب الذي يراه رئيس الوزراء وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية بما يحقق مصلحة الوطن. غادر نبيل فهمي وزير الخارجية القاهرة اليوم في مستهل جولة أوروبية تشمل إيطاليا وألمانيا وهولندا، حيث يلتقي بكبار المسؤولين بتلك الدول لبحث سبل دعم العلاقات وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. ونتحول إلى ما قاله الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية من أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في رغيف الخبز المدعم ليضاهي الذي يباع بالسعر الحر. ولكني سأعود مرة أخرى لزيارة وزير الخارجية لإيطاليا وألمانيا وهولندا. معي الآن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. أهلا بك يا سيادة السفير. أهلا بك. وعايزين نتكلم على الجولة، ويعني تعتبر نوع من إذابة الجليد بشكل ملموس أن يزور وزير الخارجية المصري هذه الدول في المناخ الحالي تجاه مصر لنقول.
لا يعني يعني هناك فهم أوروبي أكثر للأوضاع في مصر. هذه الجولة تأتي في إطار تواصل مصر مع كافة دول العالم دون استثناء لتعميق العلاقات الثنائية مع هذه الدول. هذه الجولة تحظى بأهمية هامة بأهمية كبيرة باعتبارها الأولى منذ ثورة 30 يونيو وفور تعيين وزير الخارجية نبيل فهمي في لتولي مهام منصبه. طبعا هيستهلها بإيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر. هناك مصالح كبيرة مع إيطاليا. الملف الاقتصادي سيكون على رأس الملفات التي سيتم تناولها، بالإضافة بطبيعة الحال إلى المشاورات الثنائية المعتادة بين البلدين والقضايا الإقليمية المختلفة. هلتقي هناك بوزير الخارجية، وزيرة الخارجية، ووزير التنمية الاقتصادية، بالإضافة لعدد من أعضاء البرلمان من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وسيخاطب الرأي العام الإيطالي من خلال إدلاء بعدة أحاديث صحفية. أيضا سيتوجه بعد ذلك الوزير إلى ألمانيا حيث سيلتقي بمستشار الأمن القومي هناك وبوزير الخارجية الألماني شتاينماير وبأعضاء في البوندستاج الألماني، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية. وفي هولندا أيضا سيتم الاتفاق على آلية للتشاور الثنائي المستمر بين البلدين، بالإضافة للقاءات مع وزير الخارجية ومع برلمانيين هولنديين. كما ذكرت هذه الجولة الأولى، سيتم خلالها بالإضافة إلى العلاقات الملفات الاقتصادية والتعاون الثنائي في المجالات السياحية والسياسية وغيرها، تناول العديد من الملفات الإقليمية، الأزمة السورية، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، قضية الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. فكلها ستكون ملفات حاضرة على جدول أعمال وزير الخارجية. طب هل يا ترى سيادة الوزير سوف يجري لقاءات مع وسائل الإعلام في هذه الدول؟ طبعا في كل في الدول الثلاث في لقاءات إعلامية. يعني حتى السيد وزير الخارجية استهل جولته بإجراء لقاءين هنا في القاهرة أول أمس مع جريدتين ألمانيتين هامتين، زيدوتشا وفرانكفورتر، كما أجرى بالأمس حديث تلفزيوني هام مع القناة الرئيسية مع تلفزيون راي أونو الإيطالي المعروفة طبعا. وسيجري لقاءات هامة أيضا إعلامية هناك. طيب ده مهم لأنه الرأي العام في هذه الدول، وده اللي عايز أسألك عنه، إزاي بتلمسوه؟ إحنا عارفين أن ألمانيا بيشار إليها لأنها أصبحت دلوقتي المقر للتنظيم الدولي للإخوان بعد اللي حصل في مصر في 30/6. يعني زيارة زي دي ممكن إزاي تغير من رؤية الإعلام الغربي لما يحدث في مصر؟ بطبيعة الحال التواصل المستمر مع العالم الخارجي هو الأسلوب الأنجع في تصحيح الصورة المغلوطة لديهم. مخاطبة الرأي العام مباشرة، يعني الحديث مع قادة الفكر والرأي. فوزير الخارجية على سبيل المثال سيلتقي بعدد من قادة الفكر والرأي في ألمانيا من خلال لقاء في أحد مراكز الأبحاث الرئيسية، مركز كوربر للأبحاث هناك. مثل هذه اللقاءات والتواصل المستمر يسهم كثيرا في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الوطن ويصحح العديد من المفاهيم المغلوطة. هناك هذه عملية مستمرة بدأناها منذ 3 يوليو وهي مستمرة، ولكن يعني لن يعني يؤثر هذه التغطية الغير موضوعية وغير المتوازنة العديد من وسائل الإعلام الغربية للأحداث في البلاد، لن يؤثر على تصميمنا في المضي قدما في تنفيذ خريطة طريق في شرح الأوضاع للعالم الخارجي. طيب، لأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح. طيب في تصريحات أخرى لسيادة الوزير بأنه بخصوص عودة البعثة الدبلوماسية لليبيا، هل نعم تقرر موعد لذلك؟ لا، يعني ليس هناك موعد محدد. الاعتبار الوحيد الذي يحكم عودة البعثة في طرابلس والبعثة في بنغازي إلى مقر عملهما هو الاعتبار الأمني، حال التأكد من توافر
يعني الشروط الأمنية المطلوبة لتأمين أرواح العاملين في البعثتين سيعودوا على الفور، لأنه قرار ليس سياسي على الإطلاق. شكرا جزيلا للسفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. إذا حدثنا على جولة وزير الخارجية نبيل فهمي والتي بدأت بالفعل هذا الصباح. وإلى الاقتصاد، حيث صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال منتصف تعاملات جلسة تداول اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين مقابل مبيعات العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.65%، وصعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 بنسبة 0.78%. ورياضيا، تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي موافقة رسمية من وزارة الداخلية على إقامة مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في 20 فبراير الجاري بين ناديي الأهلي وصفاقس التونسي على استاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الجماهير، ولم يحدد عدد الجماهير المسموح بتواجدها في هذه المباراة. إذن وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية في الحياة الآن، نعود فنلتقي معكم بإذن الله في 5:55 بتوقيت القاهرة. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.